مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، حلقات اليوم غدا تمكننا باش نعرفوا آلة زرع مباشر أو سموار ونضبطوا الكميات ديال الزريعة، فهي كتكون من آلة البدر التقليدية مع بعض الإضافات مهمة. فهي متكونة من صناديق كنوضعوا فيهم الزريعة ولانجري، وقنوات كتوصل الزريعة ولانجري للأرض، وزيدين فيها عناصر خاصة كتشق تراب وكتحط الزريعة ولانجري في الغرق على حساب نوع الفلاحة، ومن وراها كنلقاو قطع أخرى اللي كتغطي الزريعة ولانجري، فكتمكن عملية الزرع مباشر من الاقتصاد في كمية الزريعة لكل هكتار بالنسبة كتوصل 50% مقارنة مع كميات اللي كيستعملها الكثير من الفلاحة بطريقة الاعتيادية، فمية حتى 120 كيلوغرام في الهكتار الواحد من البذور المختارة في مناطق البورية الجافة والشبه جافة على حساب النوع كافية، وكتضمن لنا باش نوصل معدل كثافة 200 نبتة في المتر مربع وتفراخ مزيان، ويمكن نزيدو في كميات الزريعة في المناطق البورية الملائمة والمناطق السقوية باش نوصل معدل بين 300 و400 زبولة في المتر مربع، واللي كيضمن لنا إنتاجية مهمة وجودة مقبولة. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فهذه النتيجة كنوصلوا لها بفضل إمكانية ضبط البذارة للزرع بالكمية اللي بغينا، وكذلك بفضل التوزيع المزيان للزريعة واللي كتساعدنا باش نستغلوا المساحة مزيان. نفس الشيء بالنسبة للانجري ديال طبق الأرض، بحيث كتقوم البذارة بتوزيع ديالو بطريقة مركزة ومنشتو وتستفد منه غير الأعشاب الضارة. بالنسبة للبذارات اللي عندها موزع بتحويل ميكانيكي واللي كنستعملوها بكثرة، فلازم الريكلاج ديالها يكون متناسب مع مجموعة ديال المعطيات، بحيث في الخطوة الأولى كنحدو كمية الزرع في الهكتار بحساب الكمية اللي كنزرعو في 100 متر مربع، وفي الخطوة الثانية كنحدو المسافة واللي لازم نقطعها باش نزرعو نفس المساحة، وفي الخطوة الثالثة كنحدو المحيط ديال العجلة اللي كتجر السموار، بحيث كنحطو متقابل البذور على الأرض وكندوروا الرويده 5 الى 10 المرات وكنعبروا المسافه اللي قطعنا، وهنا كنقسموا هذه المسافه على العدد ديال الدورات اللي درنا وكنلقاو المحيط الدقيق ديال عجلات القياده. اخي الفلاح، اختي الفلاحه، في الخطوه الرابعه كنحدوا عدد دورات المحرك الاساسي اللي كتمكننا باش نفرقوا الزريعه على المسافه اللي حددنا قبل، وفي الخطوه الخامسه لازم نتحقوا من طريقه الريكلاج وكيتم تتبع ديال عمليه الزرع، بحيث كنوضعوا كميه صغيره ديال الزريعه في الوعاء وكندوروا عجلات القياده الموزع وكنجمعوا الزريعه اللي نزلات وكنوزنوها وكنعدلوا الفتحه ديال الموزع الى كان ضروري. وفي الاخير، اخي الفلاح، اختي الفلاحه، تتبعكم لهذه النصائح تكونوا زرعتوا بلادكم بكري بلا ما تحرتوها واقتصدتوا في الزريعة، وتكون حطيتوها هي ولانجري كل واحد في المكان المناسب بالكمية المناسبة وفي الوقت المناسب، وتكونوا نقصتوا في المخصور وحسنتوا الانتاج ديالكم. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.